يبدأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع زيارة تاريخية للولايات المتحدة، هي الأولى بعد تقلده مسؤولية ولاية العهد. ويلتقي سموه مع القيادات البرلمانية الأمريكية ثم مع الرئيس دونالد ترامب. ومن المتوقع أن تركز المباحثات على الممارسات الإيرانية السلبية في المنطقة والملف النووي. أعتقد أن الاحتمال الأكبر أن الرئيس ترامب سينفذ تعهده بالانسحاب الانفرادي من الاتفاق النووي، لأن روسيا والصين وإيران والدول الأوروبية يرفضون فكرة إعادة التفاوض حول الاتفاق. وفي الوقت نفسه تعتبر إدارة الرئيس ترامب أن ممارسات إيران في سوريا واليمن وبرنامجها الصاروخي يخالف روح الاتفاق. يتوقع المراقبون في العاصمة الأمريكية أن تركز المباحثات السعودية الأمريكية على الملف الإيراني، ويتوقعون تطابقا في الرؤى بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بعد إقالة وزير الخارجية ريكس تيلرسون وتعيين جورج بومبيو، وذلك في وقت تستعد فيه إدارة الرئيس ترامب للانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، الأمر الذي سيعد انتصارا للدبلوماسية السعودية. فلطالما اعتبرت الرياض أن ريكس تيلرسون له مواقف سلبية تجاه كل من طهران والدوحة. بومبيو والرئيس ترامب رؤاهما متوافقة سياسيا وفكريا تجاه إيران. هذا أفضل للرئيس ترامب ولولي العهد السعودي، لأن السعودية أدركت أن تيلرسون كان أقرب للدوحة من الرياض، لأن الدوحة وليس الرياض كانت أهم مصادر الدخل لشركة إكسون موبيل خلال 15 سنة الماضية. ومن المتوقع أن يلتقي سمو ولي العهد مع رجال الأعمال في نيويورك وبوسطن ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وهيوستن لمناقشة الشراكة الأمريكية السعودية من خلال رؤية 2030. إذا لم تقم الولايات المتحدة بهذا الدور، فإن الصين وبريطانيا واليابان ينتظرون ليأخذوا دور أمريكا إذا تخلفت عن هذا الركب. ولذلك فإن على الولايات المتحدة أن تستمر في هذا الدور القيادي وتصبح شريكا جيدا، خاصة أن التقارب الأمريكي السعودي يقلق كل من طهران وتل أبيب. عزيز فهمي لبرنامج يا هلا واشنطن.